تخيل معي أنك في مدينة تمزج بين الحضارة البريطانية البرتغالية وحتى الهولندية. هذه المدينة اللي ذكرتني بمدينة جايبور في الهند، وهذا راجع إلى شوارعها الحمراء. جماعة الخير، مرحبا بكم معنا في مدينة مالاكا، مدينة تاريخية لماليزيا. أنا متحمس بزاف باش نكتشفوها مع بعض، يلا بينا. مالاكا، المدينة الحمراء لماليزيا، مدينة تزخر بتراث ثقافي رهيب. شوارعها الحمراء والقديمة تحكي ما شهدته من استعمار وحروب، لكن الآن أصبحت تشتهر بالسياحة الدينية والثقافية. تلقى الكثير من المساجد، كنائس، حتى المعابد. هيا بنا لرحلة جديدة نكتشف فيها هذه المدينة. جماعة الخير، صباح الخير لكم، إن شاء الله راكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا فيديو جديد، مغامرة جديدة. قبل ما نبدأ جولتنا اليوم في هذه المدينة التاريخية، خصنا نوريكم اسم الهوست اللي راني قاعد فيه. هيا بسم الله. هوستل جوكا جوكا. طب لاكارت حاجة باينة. بسم الله. عبارة عن كبسولة، ولكن كبسولة تقليدية، يعني مشي متطورة بزاف بزاف. عندك هنا لاكارت وين تحط لاكارت تاعك. وهذا هو فراشي. طلعوا لي سدوا. هذا هو فراشي المتواضع. ماما ما تشبكلي لي بها، ماش مسروش كامل. دخل في كوزينة صغيرة هادية. وين جيت فيها؟ وهذا عندك الحمام هنا. هو الهوست اللي كريت فيه، كريت فيه 140 ألف لليلة، كريت فيه 3 أيام حنقعد في مدينة مالاكا. يا بسم الله يا ربي. الله عباكم، درجة الحرارة اللي هنا في المدينة أنورمال، دوز 3 خطرات في النهار، ولكن الحاجة المليحة كي تخرج مع صباح قبلك هذه البورش، لا قبلك هذه البنايات الحمراء، شوف الدنيا كاع حمراء. هذو عيطوا لها ريد سكوير. وباش نبين لكم انه المدينه صح قديمه، راح نوريكم حاجه. قلنا 7-11، شوفوا الباب كيفاش يتزريط. شفتوا الباب كيفاش يتزريط؟ المهم انا دخلت 7-11 باش نوريكم برك كيفاش ستيل اليوم خادمين لداخل، وباش تضربني شويه برود اخوتي، باسكو راهي واحد سخانه برا، يعني ندخل نتبرد برك. هذا ما كان حاجه مليحه انه تقدر تطيب الاندومي تاعك، قهوه، تخدم روحك بروحك، روح تجي تريح لهنا. بروبوزي انتيك هذا مكان. المهم دوك الجسم تاعي راهو انتيك، نخرجوا. انا جبني الباب كي شي تزريط، شوف الباب قديم. الجزائري جوز والو ما تسمحش نتايا. تكون تمشي في ارجاء المدينه تلقى هذا الاعلام. هذا الاعلام اللي جاي كيما تشيلي هو اعلام تاع مدينه مالاكا. انا في ماليزيا كل مدينه عندها العلم الخاص بها، يعني تلقى علم ماليزيا وتلقى امامه علم تاع هذيك المدينه الخاص بها، يعني شفتوا بزاف حتى بديت نسال. والحاجه ثاني اللي تقابلك في هذه المدينه انه هذو دراجات الريكشا اللي تلقاهم مزخرفين وسبيسيال دايرين لهم الاطفال الصغار كيما راكم تشوفوا. هذو في الليل يشعلوا بالضوا ويديروا الاغاني كيفاش يديروا واحد لومبيونس. المهم ما نحكي لكمش. الان متواجدين في دوش سكوير او ساحه الهولنديين. كيما راكم تشوفوا هذه الكنيسه هي اشهر كنيسه لهنا في مدينه مالاكا، يعني الهولنديين لما جاوا احتلوا مدينه مالاكا اول حاجه داروها هما بنوا هذه الكنيسة اللي راكم تشوفوا فيها. وهذه المدينة عبارة عن حمراء وقريبة للهوستل اللي راني فيه، وتلقى الكثير من السياح اللي تلقاهم يلتقطوا صور تذكارية كما راكم تشوفوا. هانسي نطلع ونشوف. هذه تقبض المدينة كامل من الفوق، حاجة بزاف مليحة. الكنيسة منه وعندك الساحة منه، وهذا هو الإعلام اللي قلت لكم عليه تقدروا تشوفوه. هذا هو إعلام مالاكا، يعني مزية أرجاء المدينة كامل. هنا ما عندكش بزاف حاجة تقدر تشوفهم. أنا في الدرج. يلا يلا يلا. هاي قابلتني. هايلو. مالاكا. نجوزو. أحديها معك شريكي. الحاجة اللي عجبتني البقر الهولندي وهذه النافورة الهولندية، يعني تحس روحك أنك في هولندا، يعني لو كان شوية مشي بزاف. المفيد هذه المدينة مملة بزاف في أيام الأسبوع، ننصحك لما تجي لهذه المدينة لازم تجي ليها في الويكند، يعني من الجمعة حتى يوم الأحد، لأنه يقام أكبر سوق ليلي ولا نايت ماركت في المدينة، في ماليزيا كامل. لا كما باش واش كاين هنا واش راهم يبيعوا كيما راكم تشوفوا، راه تبان نجيبوا فيها دلاع. ألو السلام عليكم. How are you brother? What's that? Juice? Yeah, watermelon juice. Oh, like the lah. How much for one? Depend on the size. You want small, medium? Small size, small size. Yes. Okay, I will take one. المهم حاجة اللي تميز هذه المدينة أنك تدي دلاع، ولكن دلاع مش راح تاكله فاكهة، هو يتطبع لك من الداخل كما راكم تشوفوا. Good one brother. Yes, I need sweet one. From Malaysia? No, I from Pakistan. Pakistan. شكرا لك يتطبع من الداخل. شوف شريكي هادي سخانة يا خوتي. يا بسم الله شريكي، حلوة سكر يا خويا. It's really sweet. الله مع سخانة هادي.
هذا وش يلعب دلاش فيك لايف. هذه هي الدلاعه اللي جبناها، حجر مشهور اللي هنا في مراكا، يعني لما تجي مراكا لازم تسيي هذا الدلاع، هذا الدلاع اللي ينبت في مراكا. علاش راح نسيوه ونشوفوا كيفاش. عطالي زوج ليتر اذاكم حبيت تشربوا معايا. هاي بسم الله. الله راه انتيك اهو خوتي. المشكل تاع هذه الدلاع قام في 40,000. المشكل اللي راني لاقي في ماليزيا انه الاسعار بزاف بزاف غاليه. انا بلو كان كومباري ماليزيا بالهند، بنغلاديش، سريلانكا، حتى سايلان، قلت ماليزيا بزاف غاليه. ما لاباليش علاش، لكن دول متطوره هادو ما خرجوش عليا. ميديتي لهنا بزاف في مراكا، يعني كي تجي لهنا دير حسابك في ماليزيا كامل. ماليزيا اكبر دوله في الشركه السخانه تاعها، يعني في النهار لازم تكون عندك الانرجي باش تكمل جورنيه تاعك ولا هكذاك ترجع للدار. ودوكا كيما على بالكم راهي 12، كيما على بالكم دارو الحراره تبدا دوكا في منتصف النهار. باش تحس نفسك انك صح راك في هولندا ولا في امستردام، راح تشوف هذا النهر اللي راكم تشوفوه يديروا فيها جوله بالقوارب. الجسور المعلقه لهنا كل يوم ان شاء الله نروحوا نزوروا هولندا ونديروا مقارنه بيناتهم، نشوفوا اسكو صح تشبه لها ولا لا. شوفوا ما شاء الله. الحاجة الغريبة انه هذا النهر كان سبب دخول سكان المنطقة الى الاسلام. راح تقولوا لي كيفاش رياض النهر كيفاش دخلوا سكان المنطقة للاسلام. المفيد هذا النهر اللي يصب في البحر كانوا يجوا مقبل التجار المسلمين عبر طريق البحر باش يتوغلوا للمدينة يدخلوا على هذا النهر. كانوا يتحكوا بسكان المنطقة يعني يدخلهم للاسلام الحمد لله، وكانوا مشهورين ببيع التوابل. الان هذا النهر اصبح وجهة سياحية ممتازة لهنا في ملاكا، يعني لازم كي تجي لملاكا دير جولة بقوارب لهنا، وفي الليل يشعلوا بواحد الاضواء مميزة. هذو هما كيما قلت لكم القوارب اللي يديروهم كيما راكم تشوفوا. نورمالمون تديهم جالي من هنا راهي بعيده شويه، وانا ما شكيتش نديها باسكو 30 رينغيت. 30 رينغيت تقدر تقول 120 الف بدراهمنا. هذه المدينه من اكثر المدن اللي فيها بزاف ستريت ارت كيما راكم تشوفوا. حاجه اللي تعجبني في كل البلدان اللي زرتهم انه ما يخربوش هذا ستريت ارت، ما يخربوش الرسومات كيما راكم تشوفوا. لما كنت اخر مره في الجزائر تصويره تاع 8 ريوات في الجزائر العاصمه كيما لا غروند بوست لقيتها تعرضت للتخريب مع الاسف الشديد. دوك انا في الساحه الرئيسيه، الحاجه اللي تلاحظها انه في هذه المدينه كلها حمراء، حاجه اللي ذكرتني في مدينه جايبور. اللي شافوا الحلقه تاع الهند تفكروا معايا مدينه جايبور لما رحنا اكتشفناها مع بعض، لقينا البنايات كلها ورديه، كلها حمراء ما شاء الله. شوف زين قطع طريق خويا ما يسمحوش على بالك، والله ما يسمحوا كي تكون قاطع الطريق. كي تكون تتجول في هذه المدينه في ارجاء المدينه تلقاهم يبيعوا الملابس التقليديه تاع المكان كما راكم تشوفوا. اللباس التقليدي شحال حبلي شميز هادو بصح غاليين لهنا. لو كان تشريهم لازم تشريهم من الاسواق الشعبيه، والمشكل انه الاسواق الشعبيه تلقاهم غاليين لانه تعتبر غاليه بزاف ماليزيا. ما انصحش الانسان لما يجي يشري حوايج يشريهم من ماليزيا، لانه لو كان تشريهم في الجزائر احسن. مدينة ملاكا مدينة تقع في جنوب غرب ماليزيا، اللي تبعد حوالي ساعتين بالحافلة من كوالالمبور. سعر التذكرة اللي استقامت لي فقط 2 دولار يعني 50,000 دراهم. هذه المدينة تمزج بين ثقافات مختلفة، وهذا راجع انه كاين أكثر من بلد استعمرها، يعني دخلوها البرتغاليين ومن بعد وشنو زادوا دخلوها الهولنديين، بعد زادوا دخلوها البريطانيين، ومن بعد وشنو زادوا دخلوها اليابانيين. جينا نورمالمون هذه قلعة والله ما على باليش. محافظين بزاف على السياحه اللي هنا وعلى التراث تاعهم كما راكم تشوفوا. المدفع والواد منا ثانك يو سو ماتش. اي فروم ماليزيا. اي فروم سنغافور مان. سنغافور. اه نايس تو ميت يو. يوتيوبر 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 يا يا. واتس يور شانل؟ ريا راند. ريا راند. ريا راند. ريا راند. يس نايس تو ميت يو فادر. اوكي ثانك يو. وانا في هذه المدينه نتمشى ونكتشف فيها تلاقيت بواحد السفينه حربيه جايه في وسط المدينه. هذه السفينه تعتبر سفينه برتغاليه، هذه تعتبر من اقدم السفن اللي جاوا احتلوا مدينه ملاكا. كما على بالكم البرتغال احتلت مدينه ملاكا، يعني شدوا هذه السفينه حطوها في وسط المدينه وردوها متحف. ولكن المشكل انا ما نقدرش ندخل ليها باعتباره انه هذا متحف، ورياض ما عنده حاجه في المتاحف، لازم يخلص 25 رينغيت. 25 رينغيت تعتبر غاليه بالنسبه للرحله تاعنا، ولكن الحاجه المليحه انه نقدروا نعيطوا الكومري تاعنا يقرأ لنا واش كاين من فوق هذا مكان. من الحاجه اللي تعجبني في ماليزيا انه من ابسط الامور يردوها حاجه سياحيه تجيب السياح، وتلقى الناس قاعد يضربوا عليها باش يضربوا فيها التصويره خاوتي. والان جينا واش بناوا مقبل الاستعمار البرتغالي كما راكم تشوفوا. هذا عباره عن قلعه ولا كنيسه، راهم دايرين الغنم اللور ما باش اسكو كنت تسمعوا فيها ولا ما كنتش تسمعوا. شو الدخله تاعها كيفاش دايره، يعني يبان باللي بنيان قديم. تلقى كثير من السياح لهنا. نطلعوا فوقا هاي تبان، نطلعوا فوقا ونشوفوا واش كاين واش ما كاينش. نطلعوا شريكي لازم نعاودوا نولدوا الرياضة، ولكن انا نمشي بزاف في الرحلات تاعي ولكن يخص شوية رياضة.
هذه هي الدخله تاعها. قم بلي انا خاطيني الاماكن التاريخيه كامل ما عندي حتى علاقه معها. هذه ما على باليش شنو هي. هادو كاين بزاف حجرات لهنا. هذا واش هذا قبر ولا واش؟ شوفوا مليحين درام الداخل له. صح هادي ما فهمتش شنو هادي. اش اسكو كاين تحت قبر مدفونين تحت ودايرين لهم هادو الحجرات هادو مدسينين فيهم. حتى الكتبه ماهيش باينه مليح. ما شوفوا انا على حسب المعلومات تاعي على حسب واش راني نستنتج انه كاين قبور الداخل. كاني نحضر صوتي راه يتعاود. شوفوا الاطلاله خوتي. شوفوا اذا راكم تشوفوا فيه يدو راهي مقطوعه. اول بلد حتى الملكة هو البرتغال، يعني البرتغال بناو كنائس ولكن لما دخلت هولندا كسرت كل شيء، هدمت كل حاجه متعلقه بالبرتغال، ولما دخلت بريطانيا دارت نفس الشيء، دمرت كل حاجه متعلقه بهولندا وبالبرتغال، هذا علاش كنا نشوفوا في هذه الكنائس راهم مدمرين، هذاك التمثال اللي شفناه مكسر يدوه هذا الناتج البلدان المستعمره تاع هذه المدينه. وتشوفوا هذه الدراجات اللي يمشيو بالغناء. الله تعتبر مدينة سياحية ما كنتش نتوقع نلقاها هكا فيها غاشي بزاف. هلو وات از ذيس؟ لا سبون سبون. سبون هذه مغرب. الجيريا يس يس. قول الاشياء التقليدية. All these traditional Malaysian things. يس. ابي شحال ندير في الصميم ابي شوف شنو هي. عجبني هذا التريكو تاع افريقيا. How much for this? 40 درامنا هذا شحال بين 80000 160000 شاب انتيك نهار شاب انتيك ليكم ما نوريكمش وجهي بزاف خليكم برك كيفاش راني نمشي باش تحسوا برك شويه الشعور كي نكون نمشي في وسط المدينه. انا على بالي بلي ما حش تعيشوا كيما راني عايش هنايا ولكن هنا تلقى مساكن شو مساكن شوف شوف. اوكي مطعم هندي هنا. هلو؟ Do you have a menu here? Thank you. Do you have fried rice? Take fried rice chicken. It's halal, yes. Okay. A chai. Okay, thank you. روحوا لي حولي ها. الجوع قبضني بزاف بزاف انا جبنا فيها فرايد رايس. فرايد رايس عباره عن شويه رز مقلي ومدايرينو شويه بالدجاج. الحمد لله راه كاين شويه ايات قرانيه وسقسيتو اذا حلال الحمد لله حلال باسكو انا نخاف ناكل من عند الشناوه. انا ننصحكم في ماليزيا لازم الشناوه ايفيتيهم شويه ابا اذا لقيتو الجاليه المسلمه هذيك لا علينا، ولكن بالنسبه للهنود والماليزيين تلقاهم الاكثريه مسلمين. هذه الحاجه المليحه لهنا. انا قاعد انا في وسط الطريق انتي شوفوا المطعم الداخل يعني مطعم شعبي. فرايد رايس شفت البري تاعو 9 رينغيت يعني 9 رينغيت تقدر تقول 40000 كيما قلت لكم الاسعار في ماليزيا باله باله بزاف بزاف غاليين هنا في ماليزيا ماشي تاع واحد بادجت. اذا انت بادجت مسافر غير ما كلات غير ما كلات تجي لماليزيا ما ديرهاش كاع في البلان تاعك. ثانك يو ثانك يو براذر. 1 كولا كولا يس. هذا هو الطبق اللي جبناه راه عندنا رز مقلي والدجاج والله كثر لي الله يبارك. شوف كيفاش داير مخلطين الخضره من الداخل. سبايسي تو ماتش سبايسي حار بزاف. نضربوا فيها كوكا كولا. حبيتكم الرز اللي هنا في ماليزيا يقولوا له ناسي تسمى اذا تلقى تدخل ريستورون تلقى ناسي 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 هذاك عباره عن رز. ماليزيا كما مختلف البلدان الاسيويه ياكلوا بزاف الرز. يعني وانا انسان ولفت الرز لو كان ما ناكلش الرز في النهار تاعي ما باش يصرى لي الجسم تاعي اعتاد على الاكل الاسيوي دوكا ما باش دوكا اذا رجع الجزائر ما باش اشكون نقدر ناكل الخبز كوكا كولا. الحمد لله انا كملنا الطبق تاعنا ولكن فمي راه يحرق بالحار. هذا هو. Hello brother. It was good, the fried rice. Thank you. You don't want tea? Cola. No, just cola. No tea? Yeah. Okay, fried rice with chicken, one cola. 20. Okay, thank you so much, thank you. دوكا نقدر نتكلم معكم اولم المفيد، دوكا كملنا الاكل تاعنا الحمد لله طلعنا الانرجي تاعنا ولكن صرفنا دراهم بزاف، ماشي ما نصرف دراهم بزاف هكا في رحلة التوي،
ولكن باش فقط نوريكم والله نشارك معكم الاسعار اللي هنا شحال راهي تتراوح لنا في ماليزيا. يعني ارخص طبق الفرايد رايس شفتوا شحال راهو يدير تقريبا 50 درهم باش يكون على بالكم. المفيد دوكا بعد ما كملنا الاكل تاعنا انا متوجهين لاقدم مسجد لهنا في ملاكا. اقدم مسجد ماشي اجمل مسجد، كاين اقدم مسجد وكاين اجمل مسجد. دوكا نفوتوا في اقدم مسجد بعدين نروحوا لاجمل مسجد في ملاكا اللي راح تتمتعوا فيه. شو الله بدي شو بدي قطعيني ها هربت. شو البنايات، بنايات قديمة. هذا كي قلت لكم انه المدينة مدينة تاريخية، يعني ما غلطش، يعني كي تكون تمشي حتى المطون مطو تاريخية. حتى البنايات هذو يغلب عليها الطابع الصيني كما راكم تشوفوا. هذه الشوارع اللي كنت حاب نحكي لكم عليها، ما شاء الله والله رانا يعجبوني هذه الاحياء، وحلمي حلمي نزور الصين باذن الله كل يوم باذن الله. شوفوا حتى الكافيتيريا شكلها مبنيين، شتوهم طوابل في نص طريق انتيك. احكي لي المنظر الخرافي منه، الله تحس روحك في هولندا. شوفوا ما شاء الله، يعني هذا هو انسان فاش مليح يمشي بلا جي بي اس، يعني يكتشف غير برجليه، يصدم والسلام عليكم كيما يدير الرياض، طيح في اطلاله كيما هذه ما شاء الله. ونبي الزوار لي بيريش، حتى المحلات تاعهم تلقى محلات فينتاج، محلات قديمه، يعني كل مدينه قديمه والمحلات قديمه. يا رياض عشقت في ملاكا انا، كانش عليا ريح بزاف في كوالالمبور باسكو واش اكتشفت في ملاكا انه كاين بزاف بلايص شابين تقدر ديكوفريهم هنايا. حاجة أيضا اللي لاحظت أن في ملاكا أنه كاين بزاف المعابد الصينية، المعابد الصينية تلفت لي قاوش يعبدوا أسكو بوذيين ولا هندوس ولا ما على باليش، عباك دايرين الأجواء كيما تاع الهندوس، شو مشالين العنبر هذايا كيما الهندوس و معليش. أنا جامي شاركت معكم أجواء المعابد الصينية، شكاش دايرين؟ ألو؟ How are you؟ عباك نفس الاجواء كشوك داخل بيت الهندوس ولا مع بيت البودا، شالين النار العنبر، دايرين الفاكية ولا باش اسكو دايرين احنا الضياف ولا هما ضيفونا. خويا التفاح هذاك هو شهي. واتس نيم اوف ذيس تمبل؟ بوديست؟ نو بوديست؟ 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 اوكي اوكي ثانك يو. عبدو بوذيين هما. شو البطيخ عندك زعما؟ شو البطيخ فاكهة كاع انواع الفواكه، ودايرين الموسيقى الصينية تاع الكونغ فو. مكذبش عليكم مع البيت تاع لاشين تاع الصينيين بزاف شابين. شوف التصميمات هنا، عباك هاني متمني ومتمني بزاف بزاف راح نزورو الصين ونكتشفو عاداتهم وتقاليدهم. جاي لاحظت انهم يجيبوا الاوراق لهنا ويحرقوهم كيما راكم تشوفوا، على بايش وعلاش. ولكن عباك واش اعتقد انا الصينيين انهم عندهم ديانة خاصة، مالغري قالت لي بوذيين ولكن انا دخلت مع بيت تاع البودا وما شفتهمش كيما هكذا، يعني اختلاف اختلاف شوية. والله اعلم اني لازم نروح نمشي للصين باش نكتشفوا عاداتهم وتقاليدهم ونكتشفوهم باذن الله. هذه حاجه باينه، الصين شويه الفيزا تاعها شويه صعبه والله اعلم، ما على باليش كاع كيفاش يديروها لحد الامزه ما خممتلهاش، ولكن كل يوم ان شاء الله احنا نقولوا باذن الله وفيها الخير يجيبها ربي. وتمتعوا شويه امشوا معايا في الشوارع هنا القديمه. دوكا الحمد لله انا وصلنا لاقدم مسجد في ملاكا، شوفوا الشكل تاعو من برا كيفاش، بعدا نعيطو لكم يقرا لنا كيفاش الشكل تاعو جاي من الفوق. شوفوا علامة ماليزيا بطبيعة الحال، ولكن دخلة تاع المسجد اللي ما على باليش وين جاية، اسم المسجد كامبونغ هولو، هاكا هذا هو اسم المسجد كامبونغ هولو، يعتبر أقدم مسجد لهنا في ملاكا، راح نكتشفوه من داخل، ومواضيع الدخلة تاعو، ما شاء الله. جهة تاع النساء منا وجهة تاع الرجال منا، هنا دايرين المدافع وهنا وين يتوضاو. الحاجة اللي لقيتها بزاف انهم يتوضاو ديريكتومون بالبركة تاع الماء حتى في ماليزيا.
يعني شفناهم مقبل في الهند، شفناهم مقبل في بنغلاديش، لقيناهم يتوضاو هنا داخل البركة. ندخلوا من هنا ونشوفوا. هذا هو المسجد، هذا هو أقدم مسجد لهنا في ملاكا. شوفوا من فوق كيفاش داير. الحاجة اللي عجبتني هنا في المسجد أن المسجد يعتبر تاريخي أيضا، يعني شوف تلقى مخدوم حتى بالحطب هذا بالخشب، حتى الأعمدة تاعو تلقى مخدومة بالخشب ما شاء الله، يعني باش تعرف بلي المسجد صح قادم. شوفوا ما شاء الله. عجبتني في هذا المسجد أنه الشكل التصميم الخارجي تاعو لي بزاف بزاف شباب، يعني الفوقة مخدوم كامل بالقرمود كيما دوك أنا بعثنا القمري يشوف التصميم تاعو من الفوقة كيفاش داير. والله بزاف بزاف شباب عجبني، وحتى كي تدخل الداخل التصميم يبان تصميم تاريخي، يبان تصميم بزاف بزاف شباب. يعجبني هذو التصاميم التاريخية كيما راكم تشوفوا. هذا هو القرمود اللي حكيت لكم عليه، شوفوا ستيل كيفاش دايرينه، كانوا ستيل صيني ولا لا. لا جاني الفضول باش نعرف علاش سموها ملاكا. على حساب واش حوست في الانترنت لقيت سموها على اسم شجره، وهذه الشجره مصباح وانا ندير بحث تاعي ونشوف في جوجل. على حسب ما اظن نورمالمون هذه هي شجره ملاكا، على حسب ما اظن نورمالمون هذه هي شجره ملاكا، والعلم لله على حسب الاوراق تاعها واش ظهرت لي في الانترنت. اللي عنده معلومات غير يفيدنا اسكو هذه هي شجره ملاكا ولا لا. لا الله يبارك الاجواء. باش نروحوا للمفاجأة الكبرى اللي هنا في حلقة نهار اليوم، وروحوا نزوروا أجمل مسجد راح نشوفوا في حياتي. قوة الإنسان ما يكذبش، ما كان ولا في الأرض عبا، كالم كالم بزاف بزاف، ما كان حتى عب. شو طريق لاني نمشي فيها؟ ما شاء الله ما شاء الله، طريق حتى راني في تقدر تقول في قرية، ولكن شو طريق كيفاش مخدومة؟ براهم العباد، قط ما يسعى برا، قط ما يسعى برا، كان غير الغلاب. هاو الفوقة باش ما نكذبش عليكم، سخانة هلكتني خوتي، سخانة ماهيش قادر لها. يا معينك أماكن مهجورة يا معينك. شو هادي ماشينة لافي؟ إيه 404 تقوليش 404 باشي خو؟ لا نشوف جي بي اس، هاي تلفت لي طريق كامل. ماشي دوكا يرحم باباك، يا طريق ما تلفيش دوكا باسكو الشمس راهي راني غالط في الطريق. جي بي اس هاي تقول من هنا رايح هكدا، شوف طريق تانيك شوية كومبليكي. شو الديار؟ شو الديار وين راني دخلت؟ يا رياض وين راك دخلت؟ شو 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 شنو هذا؟ ما على بالي وين راني ندور، جي بي اس هذي خطرة دارتها بيا، كاين طريق منا ولا وشنو؟ والله كاينة، شوفوا هذا المكان المهجور اللي دخلت فيه. رياض يحب الاماكن المهجوره، والاماكن المهجوره حتى هي تعشق في رياض يا اخويا، ما فهمتش علاش انا نسيت نروح بلايص شابين نوريكم اماكن سياحيه، ولكن الغالب نلقى روحي دخلت فيهم. شوفوا هنا الديار كيفاش. لا لا يا حليش لا تفعلها، كاش راهم يخزروا فيا. الحمد لله يا ربي انا بدينا نوصلوا لاجمل مسجد لهنا في مدينه ملاكا. كما راكم تشوفوه بلاك هاي تقول 500 متر ما بقاش قد اللي فات، ونوصلوا الحمد لله يا ربي، وراح نشوفوا تحفة معمارية، تحفة فنية إن شاء الله. واحد المسجد اللي ما يجيش كاع في بالكم، إن شاء الله إن شاء الله. برنا مع الغروب تاع الشمس، لأنه المسجد مع الغروب تاع الشمس يشعل الأضواء تولي بزاف بزاف شابة. شوف طريق ياش راهي دوكا، ومازالني نمشي. الحمد لله، وأخيرا بدينا نوصلوا لأجمل مسجد هنا في مدينة ملاكا. شوف الدخلة تاعو ما شاء الله. هذه هي الريسبسيون، وهذاك هو المسجد. المسجد لي بزاف بزاف شباب عباكم، جاي في وسط البحر، ماشي جاي قدام البحر، في وسط البحر، مبني كامل فوق البحر. شوفوا كيفاش راهو داير من هنا. الو السلام عليكم يا يوتيوب. شوفوا المسجد كيفاش جاي، ما عرفتش نقرا هذيك العربيه، مسجد صلاة ملاكا، سموه مسجد ملاكا كيما راكم تشوفوا. هذه هي الدخله تاعو. ولا انا حبك نروح نشوف الاطلاله من جهه البحر كيفاش راح تكون يا خوتي. والله راني متحمس بزاف. وهذه نورمالمون المئذنه، شكاش دايره؟ شوف الدخله تاع المسجد. شوف باش يكون في علمكم ان المسجد بطبيعه الحال على بالكم انه ما يخليكمش تدخلوا بلي شورت، حتى وين يكونوا نساء، نساء ثاني عندهم القانون تاعهم الخاص لازم يمدوا لهم حجاب، ولكن هذا المسجد ما يمدلكمش حاجه تغطي بها، ما عندهمش. المساجد الاخرى في ماليزيا كاين، ولكن هذو المساجد شفتهم ردوهم، كاين بزاف راهم ردوهم برا ما خليهمش يدخلوا. هيا بسم الله.
مساء الخير، مرحبا بكم معنا في اجمل مسجد لهنا في ملقا. حاجه اللي تميز هذا المسجد انه مبني فوق البحر. تنسى من هي وهذا الجهه تاع الرجال، ما شاء الله تحفه فنيه. ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. شوفوا من فوق كيفاش داير. الان خلينا نوريكم اجمل اطلاله تاع مسجد تقدر تشوفها في حياتك. الاطلاله شوفوا الخرجه اخوتي. اخوتي هذا المسجد عباره عن تحفه فنيه، والله من اجمل المساجد اللي يعني زايرهم في حياتي. ماليزيا معروفه بالمساجد تاعها انهم يبنوهم في وسط البحر، يعني هذا المسجد اللي راكم تشوفوا فيه راهم مبني في وسط البحر. شوفوا اخوتي شوف الله ما شاء الله. حبيت نخليه هو الاخر لانه المنظر مع الغروب تاع الشمس ويزيدوا يشعلوا الاضواء في المسجد يولي تحفه فنيه، يعني راح تتمتعوا باجمل مساجد لهنا في ماليزيا. خلونا ننتظر شويه غروب الشمس، الشمس يبدا تغرب كما راكم تشوفوا، ما بقاش بزاف ونطيروا حاجه بين القمرتان باش يكتشف لنا المسجد من السماء. حاب ندير جوله منا نشوفوا كيفاش داير، واش رايكم؟ حاجه مليحه تختم جولتنا تاع نهار اليوم في مدينه ملقا في مسجد في الشباب. شوفوا ما شاء الله جاي في وسط البحر. هذه هي القاعه تاع المصلي. اخوكم الرياض راهو هنايا ويكتشفوا في اجمل مسجد لنا في مدينه ملقا. هذا اول مسجد ندخلوا في وسط البحر. هذا الديكور تاع الزجاج كيفاش داير ما شاء الله. يتسع هذا المسجد 15000 مصلي، يعني يلفت 15000 مصلي، ويقولوا هو عباره من اكبر مساجد ماليزيا. شوف مكتوب، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اللهم امين. شوفوا ما شاء الله دايرين حتى وين يلعبوا دراري صغار داخل المسجد، ودايرين مكتبه صغيره كما راكم تشوفوا. الله هذه نورمالمون بالالمانيه، حتى دايرين لغات مختلفه. حبيت نقول لكم حاجه اللي لاحظتها في مساجد ماليزيا انهم القران الكريم دايرين شحال من لغه، دايرين بزاف اللغه الصينيه باعتبارهم ان عندهم بزاف صينيين، دايرين باللغه الهنديه، دايرين باللغه هذه الروسيه كما راكم تشوفوا، هذه اسبانيوليه، هذه اسبانيوليه، هذه نورمالمون تايلانديه، روسيه، المانيه، وهذه فرنسيه. وي الكتب تقريبا كامل دايرينهم بلغات مختلفة كما راكم تشوفوا. هذا بالعربية. الله شوف مع الغروب تاع الشمس كيفاش يولي. انا علاش جيت المسجد الان باش نشوف فقط مع الغروب تاع الشمس كيفاش يكون تحفة فنية. وانا دايرين صلاة تاع الوضوء، ندخلوا صلاة تاع الوضوء. واو شوفوا الصلاة تاع الوضوء كيفاش دايرة. دوكا ما سمحوليش نطير الدرون في المسجد، وانا رايحين نجرو باش نطيروا الدرون مع الغروب تاع الشمس. دوكا راهي 5:30، راني رايح من الجهه هذه من جهه الغابه، يعني حندور هكذا باش نروح من جهه المسجد باش نقدر نطير الدرون تاعي نبعث للقمري. كاش منها كيفاش نجي ومن القمري ما يطيرش، لازم القمري يكتشف لنا الاماكن. ايوه وراه شويه ريح، ماني خايف شويه ليه، ولكن في اخر هذه هي الانسان لازم يريسكي. شوف الطريق كيش راهي. انا خرجنا في الشطه، جينا لهذا المكان باش نقبضوا غروب تاع الشمس مع المسجد بطبيعه الحال. لقيت الناس بزاف راهي تصيد لهنا ورانا قدام البحر، ولقيت بزاف هذوك السياح اللي ردوهم المسجد لانهم ماشي مستورين ما عندهمش كاش يسطروا نفسهم، ثم يجوا يضربوا هذيك المسافه كامل ويجوا من جهه الشاطئ باش يقدروا يشوفوا المنظر تاع المسجد كما راكم تشوفوا منه. وكاين اللي راهم يصيدوا منه. المفيد ان شاء الله عجبتكم حلقه تاع نهار اليوم، ان شاء الله استمتعتوا. نشوفكم في فيديو جديد بس المدينه لانه راح نروحوا للنايت ماركت هذا باذن الله. يلا سلام.